انت بالنسبة لكم مجموعات 17 تشرين هن مجموعات غير جدية، او يعني هيك غير منظمة، مش رح توصل. شو يعني شو توصيفكم لألون؟ انتم كيف بتوصفوا هيدي المجموعات؟ عندكم علاقة مع بعض المجموعات او ما عندكم علاقة معهم؟ كيف أكيد نظرتكم لألون؟ نعم كيف نظرتكم للشيء اللي تسمى ثورة ب 17 تشرين؟ يعني كيف نظرتكم لهالحالة كلها سوا اللي نشأت من 17 تشرين لليوم؟ هلا الثورة هي هيك كلمة مطلقة از براندنج على التحركات الشعبية اللي صارت. إذا بناخذها بهذا الإطار مش بالإطار الأكاديمي، أوكي اعتبروا التسمية هي يعني انتفاضة شعبية، هبة شعبية، انتفاضة انتفاضة تحركات شعبية صارت بالشارع. أول شيء فينا نقوله إنه اللي أدى لنجاحها هو إنه كانت تحركات شعبية فيدرالية بالمناطق، يلي وقتها تركزت او هن ركزت بيقولوا غير شيء، بمشروع فقط. بس نعم هلا المجموعات اللي بتمثلهم بتقول غير شيء، هي بيقعدوا بتقول ببوسوا غير شيء بعضهم لانه عم بيعبطوا بتناقض. بعضهم وبيقولوا لك نحن ايه والوطنية، صح، وبيدمعوا عشوائي. عرفت كيف؟ سلم دمك على الملاحظه. طيب اذا نحن مثل بعض وما في فوارق بين بعض، ليش كان التهليل والطبيل انه طرابلس وجه التحيه لصور؟ اذا كلنا مثل بعض هذا ما الشيء انا عم بديهي، بسأله مين يعني كيف يقدر بيكون يجاوبوك. توجيه تحية من شارع سوريا لشارع التبانة بقلب صح مية طرابلس. مية أما التغني بهذه الظاهرة لأنه طرابلس سنية وصور بتمثل التحركات شيعة. الشعبية عند الشيعة، لأنه نحن فيدراليين. ولما حصرت التحركات الشعبية ببيروت فقط شفت كيف فشلت بظرف عدة أسابيع يعني انت وانتهت. برأيك المجموعات يلي نتجت عن هيدي التحركات هي مجموعات اذا بدك قطفت هيدي الانتفاضة، يعني هي عم تبني حيثية سياسية لها على حساب هيدي الانتفاضة، هيك بفهم من حديثك انا. مجموعات سلطة، مجموعات مشروع سلطوي وليس مشروع سياسي. الوصول للسلطة ولمراكز القرار بالدولة هو هدف مشروع ونبيل لأي مجموعة سياسية. طبيعي لنكون واضحين، ولكن وقت يكون الوصول دون مشروع سياسي واضح هون بيكون قمة الرياء والخباثة، وساعتها ما بيكونوا أفضل من الأحزاب السياسية ومن الطبقة السياسية اللي عم يتدور. والأخطر من هيك هو الشمولية، الفكر المجموعات الإلغائي، عندهم فكر هي إلغائي، يعني المجموعات عندهم فكر. اليسارية. طيب هودي الناس خيي يعني مش معقول، يعني بتحسهم مثل كأنه عم بيمثلوا، أو كأنه يعني ما يعني بتطلع فيهم ما بتشوفهم جديين. عرفت كيف؟ ما بتقبضهم. يعني هودي الاشخاص يلي هن عم بيحكوا عن هاي المجموعات، برجع بقول لك بوسنا بعضنا وعبطنا بعضنا وحبينا بعضنا وبيدمعوا وبيبكوا والمدري شو بيعملوا كذا، يعني واذا بتطلع فيهم اصلا ثلاث ارباعهم خارجين من احزاب معينه، يا لانه ما حصلوا على مراكز، يا لانه زعلوا هن ومدري مين بقلب الحزب، يا لانه يعني ثلاث ارباعهم مش كلهم، 90% منهم كان عندهم خلافات اصلا شخصيه وخاصه مع احزابهم، ولهالسبب خرجوا منها راحوا على هيدي المجموعات الثوره. عرفت علي؟ وبلس انه هن مجموعه متناقضات بين بعضهم، ما بيشبهوا بعضهم بشيء. طيب شو متفقين؟ هودي هن هو الحركات، هيدي الحركات هلا طلع 4 6 10 مجموعات، هو العشر مجموعات على شو متفقين؟ اذا جابوا على بكره كتله 15 نايب او 20 نايب او اللي هي، هيدي رح تضل كتله موحده بالبرلمان او رح تصير 13 كتله وكل كتله بمطرح؟ على شو متفقين ما بعرف، بس بعرف على شو مختلفين. مختلفين على حب الظهور وحب الوصول، مشان هيك كل مجموعة عندها شخص أو شخصين بده يوصلون مجمعين حواليهم، وعم بيكونوا مجموعة منفصلة عن المجموعات الأخرى، ولا بل معادية للمجموعات الأخرى أكثر من عداوتهم للطبقة السياسية مثل ما بيسموها. اصلا هن وأنا شموليين اذا بتلاحظ، يعني طلع الغائيين، يعني نحن خلص بدنا نلغي هذا الحزب. خيي انا اليوم ما تاخذني عم بحكي كثير استاذ نديم، بس انا اليوم تفضل في مثل ما أكيد. في ناس بيأيدوا يا اخي هذا الحزب، في ناس راضيين بهذا الحزب مثل ما هو. يا اخي في ناس مع الاقطاع السياسي، انت بدك تمنعهم يكونوا مع الاقطاع؟ هو حر، هو مقتنع بالاقطاع حر يكون مع الاقطاع، وهذا الثاني مقتنع بهذا الحزب مثل ما هو، ما بده يغير فيه، ما بده ديمقراطية. يا خيي ليه بدك تمنعه؟
مثل ما في حدا مقتنع بالحزب الديمقراطي وبالكذا، في حدا مقتنع بهذا الحزب الشخص ومبسوط فيه، وفي حدا مقتنع بالزعيم الاقطاعي ومبسوط فيه. يعني هالطريقه هالتخوين الغاء الاخر، خي كيف بدك تلغي؟ مثل ما صار بمصر، يعني اجوا الاخوان المسلمين عملوا دستور بدهم يلغوا 18 20 مليون مصري بشطبه قلم. نفس الشيء هون، نحن الصح كل الباقيين غلط، كل الباقيين ما معهم حق، نحن بقى نعلمهم، نحن بقى نعطيهم دروس، وهن ما بيعرفوا شيء. يعني عندهم هالطريقه هيدي يلي استفزازيه لاقصى، انا بتستفزني كثير هيدي الطريقه. وانت شو لك معه؟ اذا واحد هو مع، انا يا اخي يمكن انا مع الاقطاع السياسي، انت شو لك معي؟ نحن ببلد في حريه راي، اخي في ناس مع الاقطاع وفي ناس مع الاحزاب مثل ما هي بلبنان، وفي ناس مع مدري شو. طب ما فيك تلغيهم، تجي تقول لهم انتم كلكم غلط وانا الصح. ما بعرف يعني شو رايك انت بهيك موضوع؟ هي قصه الشموليه الالغائيه اللي عندهم، الطريقه الاستفزازيه طبعا يلي بتطلع الواحد من ثيابه وقت يحكوا. هلا اول شيء مش غلط الاحزاب السياسيه يكون في عندها افكار مناقضه لبعضها، وانه تعتبر انه الطروحات اللي عم تطرحها الاحزاب الاخرى ما عاطله، تنافس بس الغاء. يعني اذا واحد ما بيشبهني بلغيه، بشيله خلص بلغيه على الخريطه، هيدا ما بيعرف شو هو. الخطوره يلي بدنا نعالجها بطريقه تعاطيهم بالسياسه، انه بيطرحوا مجموعه افكار سياسيه وبيحملوها قيمه اخلاقيه. شو يعني؟ يعني بيعتبروا انه اذا طرف تاني عنده طرح سياسي ما بيعتبروا انه هيدي قابله للنقاش، انه بيعتبروا انه ممكن يكون انت ما معك حق، ولكن بنشوف الخيار الديمقراطي شو، او بنشوف النقاش العلمي الفكري شو. لا، اذا عندك طرح سياسي مختلف عنهم بتصير انت شخص عديم الاخلاق. وانعدام الاخلاق شو يعني بمنظورهم السياسي؟ انعدام الاخلاق يعني انت ممنوع تشارك بالعمليه السياسيه، ممنوع يكون عندك راي، انت شخص مجرم. مجرم ممكن توصل لحد التجريم اذا قدر انه يسنوا قوانين. هيدي شفناها بالعالم الغربي، كيف المجموعات اليساريه وقت توصل على السلطه ويكون في عندها قدره تسن قوانين، كل شخص او كل تيار فكري سياسي بيناقض منظومه قيمها السياسيه تسن قوانين لتجريمه لاسكاته. شفنا منصات التواصل الاجتماعي الراي المضاد يلي برات الترند الرائجه يحذف من الحياه، يحذف من قدره التعبير. بدي اقول لك بعد اذنك حب اذكر الليجل تيرم تبعها، هن بيلاقوا انه بسموها فيرتشو سيجنالينج، يعني هن بصيروا يتبجحوا بالفضيله ويتبجحوا انه انت ما عندك فضيله. صح. طيب استاذ نديم، لحلك شغله عن هودي المجموعات يلي انا بعرفه، يعني هودي في بقلبهم العون السابق يلي تحول ليساري، هلا فجأة صار يساري، انتبه انه هو كان يساري بس كان مضيع فات على التيار العوني. وعندك العون السابق يلي ما طلع له مركز بالتيار العوني، بقى عم بفتش على مركز هون. وعندك شيوعي يلي حس حاله كمان مهمل او قاعد على الهامش. وعندك 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 وعندك، اذا بتفوت على قلبهم بتفرفطهم بتلاقي اخي مش كلهم، على الاكيد مش كلهم، بس بتلاقي الاغلبيه بقلبهم كانوا بمطارح. اول شيء هيدي المطارح بمطرح ساهمت بالاضرار بالبلد، بدل ما يجوا يعتذروا من الناس عن يلي عملوه، نقلوا غيروا التسميه تبعهم، بدل ما يكون اسمهم كذا صار اسمهم كذا، بس كملوا بالمضمون نفس يلي كانوا عم بيعملوه قبل، نفس الغوغائيه يلي كانوا عم بيمارسوها قبل كملوها اليوم وكملوها اكثر. يعني بدل ما يطلع يقول لهم للناس سوري انا بمطرح اخطات بحقكم، بتمنى تسامحوني، اليوم رح جلس انا وبلش اعمل اشياء صح، ما اعتذر، ما عمل شيء، نقل من هون لهون وكمل مزايدات، كمل احقاده على الناس يلي كان حقدين عليهم قبل، وكمل نفس الشيء بكل شيء كان عم بيعمله. انت شايف الصوره هيك او مش شايفها هيك، او منك متعمق بهالمجموعات هالقد؟ هلا اللي عم تحكيه انا شخصيا ماني عامل دراسه احصائيه على كيفيه تكوين المجموعات، لكون يعني لكون انا صادق مع نفسي ومع اللي عم يسمعونا، ولكن لا شك اكيد في ناس عم نصادفهم هن خلفياتهم مثل ما عم تتفضل بتقول. على الفكر اليساري اللي بينتهجوه
اللي هو كثير خطير لنا بلبنان، لانه مثل ما عم تقول هو فكر شمولي، والشموليه هي بتناقض طبيعه تكويننا كلبنانيين، بتوصل فينا للالغاء. يعني طارحين اول شيء الغاء الطائفيه السياسيه بتناقض كل بغض النظر المجتمعات اذا اللي انا عم تعددوا. بحكي، بغض النظر اذا انا طارح الفيدراليه او لا، الغاء الطائفيه السياسيه يعني بتوصلك للحكم الاكثريه. صحيح. لمين بتوصلك؟ مين عم يطرح الغاء الطائفيه السياسيه؟ هو مطلب طائفي، الغاء صح الطائفيه السياسيه مطلب طائفي، يعني صحيح انت بدك توصل طائفي بنهج ديني متعصب ليتحكم ببقيه الطوائف، بغض النظر من هالطائفه ممكن تكون مسيحيين او من المسلمين، بغض النظر. ما فينا نطرح الغاء الطائفيه السياسيه اذا بتؤدي لحكم فئة لفئة تانية باسم الأكثرية. او هاي لكني أول بريئين يلي عم مرحلة. بيطرحوا هالطروحات عن براءة هيك او مش عارفين او شو برأيك؟ في البعض عن سذاجة، اوكي والبعض عن خبث، خبز والطرفين بيتساووا بنفس الخطأ، لأنه نفس النتيجة. نفس النتيجة. بدنا نعرف إنه المفاعل السياسي تبع الأفكار اليسارية بالعالم بالغرب هو ضد نظرية الهويات الوطنية. ليش؟ كرمال يقدر بنظرته هذه نظرية البوست مودرنيزم اللي هي نشأت مع مجموعة أكاديميين يهود كانوا بألمانيا، هجروا النظام النازي، كانوا أكثرهم يعلموا الفلسفة بجامعة فرانكفورت سكول، هاجروا على أمريكا وتغلغلوا بالنظام الأكاديمي، وهونيك بلشوا، وكلهم كانوا من خلفيات شيوعية. وهونيك وكلنا مثل ما بنعرف قبل سيطرة النازية على ألمانيا كانت الشيوعية عم تتفشى كثير، بتناغم كمان مع الاتحاد السوفيتي بثورتها بأوروبا. بأمريكا تغلغلوا بالأكاديميا وبقطاع الفن كانت شيء جديد وبالتعليم حقيقي والتعليم. يعني. ايه كانت شيء جديد يعني، مزبوط. كان شيء جديد، بلشوا يطرحوا فكرة البوست مودرنيزم قوامها أنه إزالة الهويات الوطنية، لأنه هي عم بتأدي دون توحد الطبقات المناضلة بالعالم مع بعضها. يعني الفلاحين الألمان عم بيقتلوا الفلاحين السوفييت أو الروس، بدل ما الفلاحين من الطرفين يتوحدوا ضد الطبقات الحاكمة البرجوازية اللي عم تتحكم بحياته. فمشان هيك عندهم طرح إزالة الهويات الوطنية. مين إجا؟ قبلنا طروحاتهم الشركات الكبرى العملاقة بالعالم، لأنه تبين لهم أنه إزالة الهويات الوطنية تسمح لهم بتخطي الحدود الجغرافية وحدود الجمارك والضمانات الضرائبية للشعوب، كرمال تقدر أكثر وأكثر تسيطر على الاقتصاد العالمي وتروج بضائعها. هون بلبنان الشباب اللي طرحين الطرح الافكار اليساريه عم بيكونوا تابعين لنفس المنظومه القيميه. طيب في عنا اللي هي المنظومه القيميه اللي هي ضد الهويات الوطنيه او الهويات الطوائفيه، مشان هيك بيطرحوا الغاء الطائفيه. يعني ضد اي بس هويه حقيقيه، يعني مع هي الهويات هويه المصطنعه. طبيعيه، هويه طبيعيه. هون انا بحب اوضح شغله، حابب اوضح شغله، يعني بيقولوا انه احنا بنلغي الطائفيه بقرار رسمي من الدوله او من الحاكم. هاي اخطر طرح ممكن نسمعه، يعني الغاء الطائفيه السياسيه بالقانون او بالدستور، لانه الفاشيه، الحكم الفاشي هو صناعه المجتمع على صوره الحاكم، بينما الحكم الليبرالي هو صناعة الحاكم على صورة على المجتمع. صورة المجتمع، العكس تماما. وهذا الفارق الأساسي بين الطرحين. بدنا نعرف حالنا نحن لوين رايحين بهالطروحات. عم ياخذونا على نظام فاشي يساري. الناس لحلك استاذ نديم، ليش انا عم بعمل هيدي الحلقه معك ورح اعمل حلقات مع ناس بيشبهوك؟ لانه انتم بتعرفوا توصلوا شو لازم توصلوا للناس. الناس ما في حدا اليوم عم يطلع يقلها هيك. اليوم الناس ما في حدا عم بيطلع يخبرها هيدي الحقيقة، ما في حدا عم بيقلها انه مش كل اليسار، طبعا بعض اليسار
تسببوا بواحد اثنين ثلاثة أربعة بالماضي، ورح يتسببوا بهيك وبهيك 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 هون، وانتبهوا من هيدي وانتبهوا بهيدي. طيب ما أنت عندك خلفية ثقافية فكرية طويلة عريضة، مفروض الناس تستفيد منها. لو أخذت منك وقت بس، لأنه ضروري نحن بهيدي الأيام نخلي الناس تسمع هذا الحديث. الناس مأخوذة بموجات، ونحن دفعنا ثمن هيدي الموجات كثير غالي قبل، وعم بيرجعوا يتاخذوا بنفس الموجات، موجات وغوغائيات وضياع وهيك مثل نيموا عقلهم، ما بقى بدهم يفكروا، تحس نيموا عقلهم خلص. هيدا بيكب شعار، وهيداك بيطلع بيفنس عليهم على التلفزيون، والتاني بيطلع مدري شو بيعمل، واخر شيء بيسوقوا يلي بدهم اياه وبيمرقوا، والناس ما بتنتبه على شيء. وقت توعى الناس وتندم بيكون فات الاوان. شفت شو عملنا بحالنا لهلا، وبعدنا يعني طلع هلا بالموجات يلي عم بتصير. مشان هيك عم نحكي بهيدي الاحاديث، لانه الناس لازم تسمع، لازم تعرف. وهن على فكره اذا بتراقبهم كثير قوية بالسوشيال ميديا، شانلز اليوتيوب اللي عندهم، بيعرفوا يشتغلوها للقصه، مثل كانه ما عندهم غيرها هيدي القصه، كل تركيزهم عليها، وعم بيسووا افكارهم. للاسف نحن يلي بيفكروا مثلنا، انا ما بستحي يكون عندي راي يعني، يلي بيفكروا مثلنا ما عندهم تقصير اصلا. كل 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 اليمينيين بلبنان عندهم تقصير مخيف باظهار فكرهم السياسي للناس، ما بعرف ليش. بتلاحظ لا بالسينما ولا بشيء، يعني كل مقاومتنا بالماضي ما في فيلم سينما وثقه، ما في شيء. نحن اليمينيين بلبنان، وانا شخصيا كمان بنتمي للفكر اليميني، هون بحب استشهد بمقوله بتحكي عن هذا الصراع. There is no difference between right and left. The major difference is between right and wrong. انا بعتبر حالي انه كيميني انا مع الـ مع الـ مع الافكار الصحيحه، ولكن دون ما اخون غيري. انا اللي عنده فكره مناقضه ما بقول له انه انت بلا اخلاق، بقول له بلاش. عم نخون، عم نحكي عن تقصير من ناحيتنا. نحن كثير مقصرين، وهذا التقصير مش لبنان يمكن باوجه، ولكن هيدي ظاهره عالميه. الفكر اليميني بكل العالم هو عم بيعاني نوع من اقصاء عن المنصات التواصل الاجتماعي اللي هي الاعلام الجديد. بس ما هو عم بيفتح حاله كمان استاذ نديم. طلع بفرنسا، اذا بتجمع اريك زيمور هلا شو عنده، وبتجمع مارين لوبان والمرشحه الثالثه اليمينيه، بيطلع وحدهم عندهم هلا 55% من مجموع الاصوات. يعني هودي اذا هلا بيتجمع معركه، عرفت يعني يعني ما كمان تقصير منهم يعني. معك حق. عرفت شو يعني؟ هلا اذا اكيد متابع الانتخابات الفرنسيه، جمعهم، جمع لبنان نوعا ما. ما هلا فشل باداره المعركه اكيد. هلا مش يعني ما بدي كثير نستطرد بالحديث عن انتخابات فرنسا، ولكن بظن انه الاختلافات كمان بالنسبه للوضعيه الفرنسيه هو انه حزب مارين لوبان عنده بعض الأفكار المتغلغلة بين أفراده، هي بعض المخلفات الأفكار الفكر النازي. وجه الفكر النازي لأنه أنا هلأ بغض النظر، وجه لسعبة الوجه المفوه عند اليمين الفرنسي هو إريك زيمور يلي هو يهودي، وطبعا بيكون كتير ناجح. أنا بوافق عليه بغض، مش عم نحكي عن الخطاب، ولكن عن خطاب زيمور يعني. حتى وصلت فيها يعني مارين لوبان طردت بقية من الحزب لأنه كان عنده تصاريح نازية. صالحوا هلا خلص مشي الحال. هلا ما بدنا كثير نستغرق بالوضع الفرنسية. طيب. الفكرة الثانية، الشق الثاني بالمنظار الثقافي اللي يطرحوه المجموعات اليسارية، وأنا هون ما بعمم. هلا الظاهرة الثانية عند هالمجموعات أنه بتلاحظ، كمان حضرتك كنت ذكرت معلومة عنها، أنه بتلاحظ المجموعات اليسارية أنه معيار الانتماء لها هو معيار مادي. يعني شفنا كثير منصات بلاتفورمات هلا عم تتعاطى الانتخابات انه المنتمين لها مش على اساس قناعه ومبدئيه، على اساس معاش عم يقبضوه اخر الشهر. هذه ظاهره يعني
كثير مقلقة وخطيرة بالتعاطي السياسي. طب أنا من مين؟ بتعاطي مين عم السياسي، بيمولهم؟ بتعاطي السياسي لأنه أنا عندي معاش، وفي كثير ناس من رفاقنا بنعرفهم صاروا عم يشتغلوا بهالمنصات وهالمجموعات، أو لأنه أنا من مقتنع بالفكرة وبالمبدأ وبالنهج. هي شغلة كثير خطيرة. هي بالعكس يعني إذا حدا بده يكون عنده تفوق أخلاقي ما أعرف مين بيكون، بس ما بحب كثير أنا أعتبر إنه الفاضل أخلاقيا بين الناس. أكيد الزهرة بتمشي، نحن مش عم الزهرة نتهم حدا بتمشي، أستاذ نديم، ولا عم نخون حدا، نحن عم نوصف وضع، عم ونحن نوصف عم نوضح أفكار. يعني كمان ما بحق لا لنا لا لا نوضح أفكارنا حتى مثل ما اسأل غيرنا بحق سؤالا. له يوضح أفكاره. أستاذ نديم مظبوط؟ المنصات اليسارية الأبرز هلا الناشطة بالساحة الانتخابية بلبنان كلها إرادة نحو الوطن، وما بعرف يعني هن أبرز اثنين فرعت ظاهرين عنهم كلنا مجموعات وطني، بالمناطق. وكلنا وطني صح. هلا، كلنا إرادة هي بظن تابعة نحو الوطن، تابعة شمالنا يلي هي صح. برئاسة شعبان سركيس أو كأمانة عامة لنا هلا هم نحو بيقولوا الوطن. شمالنا انه شانتال، انا عملت مقابله معهم مع مسؤول عندهم، بيقولوا انه شانتال سركيس ما لها علاقه بشمالنا، هي بس بنحو الوطن، هيك بيقولوا هم. اوكي نحو الوطن بيقولوا انه هن ما بيتعاطوا الانتخابات بشكل مباشر، هن عم يدعموا الاحزاب اللي بيلاقوها انه بتشبه طروحاتهم، فهيدي دراجات يمكن ليبروا حالهم من انه ينربطوا مع بعض. طيب انا هون بحب اسال سؤال، الناس يلي بنتمي لهالمنصات في حال ما كان عندها معاش اخر الشهر قديش منها بيبقى؟ انت شو اكيد من بتعمل هذا معي؟ الموضوع استاذ نديم، انا ما عندي معلومات، انت اكيد انه في ناس عم تقبض أنا معاش. أكيد 100%، طبعا يعني الكلام على مسؤوليتك، انا ما بتبنيه لانه ما عندي معطيات عنه يعني. بس أنا ثابت عندي بعرف أحد يعني هلا ما بدي أعمم إنه أنا اللي بعرفه شخصياً إنه هو الحقيقة المطلقة، ما ولكن هيك أنا بعرف كثير أشخاص أصدقائي هن بيشتغلوا بهالمنصات بيقبضوا معاش ومنهم مخبيين طب هالشغله. شو طيب ارتباطاتها حاب اسال الحقيقية انه لهالمنصات؟ من وين تمويلها؟ شو الأهداف الحقيقية من وراها؟ يعني احنا ما بدنا نشكك طيب فيهم حاب كثير، اسال سؤال من بس باب بدي أقول لك حقنا شغلة أستاذ نديم. أنا بس نعم سوري، أنا تابعت شوي الوضع بمصر، الفوضى اللي صارت بمصر بعد الثورة، وكيف انخلقت، كيف هيك طلعت بلشت تفرخ كمان مجموعات تشبه يلي عنا. ما بدي قارن، بلبنان الوضع مختلف، بس بمصر كان في كتير مجموعات مشبوهة جدا، وتفرجها بعدين بالوقائع انه كانت مشبوهة جدا وعندها ارتباطات خطيرة يعني بمطرح من المطارح. طب هو المجموعات بلبنان يا اخي اقله تمويلهم من وين؟ اذا في تمويل هالقد من وين عم بيجيبوا مصاري؟ واذا عم بيجيبوا مصاري في تمويل، شو الهدف من وراهم؟ مين عم بيحركهم؟ هلا هون على سيرة مصر ذكرت شغلة كتير جوهرية لازم نحكيها. بمصر المجموعات اليسارية كانت طليعية بالثورة وكانت حاملة خطاب الدولة المدنية، هلا حنرجع ضروري نذكر الدولة المدنية شو هي، شو هالطرح الخطير هذا، كانت حاملة خطاب الدولة المدنية. مع مين تحالفت المجموعات اليسارية؟ حالفت مع الإخوان المسلمين. مين وصلتهم، وصل على السلطة؟ وهي وصلتهم، هي وصلتهم، وهي هي شارة وصلتهم حسني مبارك. مين وصل على السلطة؟ وصلوا الإخوان المسلمين. طيب وأقصوها، نرجع شوية وأخصوها تخصوها. ورجعوا، أكيد أكيد بده يخصوهم لأنه فكرة شمولي. صح. طيب المجموعات اليسارية أصدقائنا بإيران عملوا ثورة ضد الشاه، هون ثورة ب 77 فعلا أنا بدي 78 أسميها ثورة لأنه تستحق تسمية الثورة. طبعا. تحالفوا مع الخمينيين ورجال الدين. مين وصل على السلطة؟ صحيح وصل يا الخميني، ابني، وشو عاد عمل؟ نفاهم مش بس أحصاهم، وضعهم بالسجون. عدمهم صحيح. صح. عدمهم وسجنهم وعزلهم من الحياة السياسية وسن قوانين بتجريمهم. طيب أصدقائنا اليساريين بلبنان في حال بده يعملوا هذه الانتفاضة والثورة العظيمة، شفنا يعني نهجهم السياسي عم بيكون كثير قريب من حزب الله،
إما خفرا إما حياء إما تلميحا إما تصريحا، يعني بكل سياقهم. فبكرة وقت تنجح ثورتهم المزعومة والميمونة، مين بده يوصل على السلطة أو تتعزز سلطته؟ حزب الله بده يرجع يقصيهم، وبده يرجع يحكموا فينا الشمولية الأيديولوجيا الدينية أكثر وأكثر. خلينا للأسف نكون كثير منتبهين وين عم نحط وزناتنا مع أي ناس. طيب أنا من باب حقي وحق كل مواطن بشفافية العملية الديمقراطية والانتخابية بلبنان، بنحب نسأل السيدة شونتال سركيس، وهي دكتورة، دكتورة شونتال سركيس، وإنساني شو محترمة. أكيد هي محترمة، هذا أنا ما بشكك باحترامها أكيد، بس أنا عم بسأل سؤال مشروع. شو المعاش اللي بتتقاضاه من منصة نحو الوطن؟ هل هذا نموذج العمل السياسي مقابل معاش أو لا؟ وهي واجباتها تصرح بمعاشها، لأنه هذا معاش متأتى من طاقات الشأن العام. انت مثل اكيد ما استاذ نديم، أنا عم انت بسأل اكيد من هذه المعلومه. لا لا أنا عم بسأل سؤال، عليها تصريح إذا كانت تتقاضى أي دخل، نعم أو لا؟ طيب يا ريت يا ريت السؤال بيوصل، وكل حدا ناشط مع هالمجموعات عليه بالتصريح، وخاصة على مستوى القيادات. يعني برايك منصة استاذ نديم من وين عم بيجي تمويلهم هودي المجموعات؟ عم يجي تمويلهم من جهات خارجية حكومية أو شبه حكومية أو لأي مجموعة أهداف؟ ما حدا بيمول لأهداف، مجانا. لأهداف. هلأ بدنا نحكي بالأهداف، ممكن يتهمونا بنظرية المؤامرة، ولكن أنا بدي أحكيها، لأنه هيدي ما حدا وردي بيعطي حدا مصاري هيك كرمال مشي. وردي. حأذكر النظرية اللي وردي على لسان البروفيسور شواب، هو رئيس منتدى دافوس ومؤسس منتدى دافوس اللي اسمه World Economic Forum، هي الاسم الرسمي لمنتدى دافوس. شو بقول البروفيسور شواب؟ بيقول انه علينا الخروج من حكم المؤسسات الديمقراطية التقليدية ليحكم المجتمع نخبة من المنظمات الأهلية والشركات الكبرى، لأنه هي ضنينة بإدارة مصالح البشرية أكثر من التجربة يلي أنتجتها المؤسسات الديمقراطية. فبكل بساطة أهدافهم سلطوية ليك والتجاوز المنظومة الديمقراطية التقليدية لحكم النخب. بدي اقول لك شغله تصديقا على هذا النخب الكلام. كل نعم كل الحكي اللي عم ينحكى عن الاداره الامريكيه وعلاقتها بالشركات وارتباطاتها ومصالح الشركات مع ايران، يعني اذا اكيد عم تشوف الحكي اللي بيطلع، وانه ما بتقدر الا ما تعمل ترجع على الاتفاق النووي لانها متعهده لشركات كبرى بالعوده للاتفاق النووي. هذا تصديقا على يلي عم بتقوله، يعني مش مؤامره، هيدي حقيقه مظبوطه. بلشت الشركات تتحكم بسياسه عالميه كلها سوا، خاصه من خلال ما يسمى باليسار الجديد. يعني اليوم في اصوات مهمه، يعني هذيك المره دكتور وليد فارس بعتقد كان عم يحكي عن الموضوع، يعني في ناس مهمين وعندهم تجربتهم وعندهم علاقاتهم وعندهم الى اخره، وعم يحكوا عن هذا الموضوع علنا صاروا اليوم. يعني وفي صحافه، يعني جرايد كبرى بالعالم حكيت عن هذا الموضوع، فمش مؤامره ابدا، يعني صارت معروفه وعم ينحكى عنها عالميا قصه الشركات والبزنس والمصالح. 100% اللي عم تذكره. فهيدي جوابا على سؤال، هن كرمال يوصلوا على السلطة، كرمال تحقيق غايات سلطوية بيكونوا هن صناع القرار يلي بتتوافق مع السياسة العالمية بقدر المستطاع مطرح ما بيقدروا يوصلوا منظمة هيك انقلابات على مؤسسات الحكم الديمقراطي، كانوا بيعتبروا مؤسسات الحكم الديمقراطي بدها ترجع تعزز الهوية الوطنية، هن بدهم ينقلبوا عليها. ومن هون شفنا هالحركات كيف فرخت بكل بلدان ربيع العربي، من تونس لمصر للعراق. بالعراق شو صار؟ ضلوا يقولوا هيدي المجموعات رح تربح رح تربح، وشركات استطلاع ومصاري، ويدفعوا لهودي ويدفعوا لهوديك. اخر شيء شو طلعت النتيجة؟ طلعت النتيجة بالعراق للمجموعات اللي بتشبه الناس، اللي بتمثل الناس بالحقيقة.
شو ربحوا جماعات المجتمع المدني بالعراق؟ ولا شيء، لا يذكر يعني، شيء ما شيء، مش مهم. اخر شيء الناس رح تتمثل بالمجموعات اللي بتشبهها، بالاحزاب اللي بتشبهها، بالاحزاب الحقيقيه اللي هي فرزتها اصلا، مش بالاحزاب المصطنعه الفوقيه اللي جاي من مطرح. ليك صار لنا 40 سنه استاذ نديم بنقول دمج وانصهار ووحده، وحبينا بعضنا وبوسنا بعضنا، اخر شيء حني بعضهم هلا شوي صغير اللبنانيه، شو بيصير بين بعضهم؟ أنا هاي بحب أسميها بدل التعايش المشترك التكاذب المشترك. نحن بنعيش بيموتوا بعضهم وبيصيروا يبكوا كمان، بدمعوا، ما بتشوفهم كيف بدمعوا؟ أكيد هذه من عدة الشغل كرمال الدمعة أهم شيء. الترويج، هو محاكاة العواطف بدل محاكاة العقل. هاي من عدة شغل يعني معروفة. هون أنت حضرتك ذكرتني بالمقولة إنه تطلعوا باللبنانيين واقفين جنبا الى جنب، ما بتعرف تفرق بيناتهم مين مسيحي من مسلم. ويا اسفاه على خطوره هذا القول. البشر بتفرق بيناتها بشخصيتها بروحها بافكارها. طبعا الحيوانات هي بتقربها من حيث الشكل طبعا ومن طبعا حيث الحجم. طبعا، يعني هذا قول خطير، هذا تسطيح المجتمع. هذا عم تحيير بيحولونا لأنفسنا، كيف هذا على من حق لنفس الحيرنا. الراس. هذا الفكر الشمولي، هذا فكرة تشاوشيسكو وقت صحيح جبر كل الشعب الروماني يعتمدوا نفس القصة.